اول اكله النهارده ان شاء الله معانا هنعمل فراخ طعمها حلو جدا جدا، مكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت. يعني دي بقى انا اتحدى كل بيت لازم يكون فيه كل المكونات دي باذن الله. هنعمل الفراخ بصوص البصل المكرمل، طريقه كده سهله ان شاء الله. هنشوف المكونات وهنعمل الطريقه مع بعض. للفراخ بالبصل المكرمل هنحتاج فرخة كبيرة تكون مفتوحة من النص، مغسولة كويس جدا ومقطوعة من الظهر كده، مفتوحة من الظهر. ومعانا 3 بصلات كبار متقطعين جوانح رفيعة، معلقة كبيرة سمنة، ملح وفلفل اسود، معلقة صغيرة حبهان مطحون، ربع معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة بشر جوزة الطيب، ومعلقتين خل. وانا طبعا هحط كمان معلقة صغيرة زيت لو احتجت مع السمنة. اول حاجة طريقة بسيطة جدا جدا، هناخد معانا الكلافز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا محتاجين الفرخة ان احنا نتبلها تتبيلة كويسة، طبعا مكوناتها هي عشان اللي عايز يصورها. بسم الله. فراخ طعمها في منتهى الجمال وتغيير، وحاجة سهلة جدا ومغذية طبعا في نفس الوقت. احنا عارفين طبعا ان الفراخ من البروتين الحيواني اللي بتبقى ممتازة جدا جدا، فيها فيتامينات كتير جسمنا بيحتاجها. اول حاجة ادي القارب اللي احنا هنشتغل فيه، ادي البصل، هاخد شوية حبهان مطحون كده صغيرين، هاخد عليهم رشة قرفة صغيرة، نص معلقة القرفة هنقسمها نص على البصل ونص لتتبيل الفراخ. هنا بشر جوزة الطيب، هاخد بشر حاجة بسيطة جدا هنا، وهاخد طبعا الملح وهاخد الفلفل. تمام، هقلب كده التوابل دي كده كلها في بعض. هاخد هنا معايا شوية خل، اجيب السكينة الصغيرة الرفيعة علشان طبعا نشتغل في الفراخ. هنقلب التوابل كده مع معلقة الخل، معلقة كده صغيرة خل، ونحط المعلقة التانية على البصل كده بالشكل ده. هاخد بقى عليها شوية من البصل، حاجة بسيطة جدا بس علشان اتبل بيهم الفراخ اهو. وادعك كده كويس جدا زي ما احنا شايفين كده كده، ادهك البصل مع التوابل اللي احنا حطيناها. هنا معايا طاسه برضو على النار، علي النار شويه تسخن. هنا عشان نكرمل البصل معانا بس ممكن ننزل السمنه، معلقه كبيره مليانه سمنه. عايزين نحط زيت مفيش مشكله، هنا كده احنا حاطين سمنه، لو احتاجنا نحط لها معلقه زيت. هنا كده ادعك البصل في التوابل اللي احنا حطيناها، نص معلقه صغيره من القرفه ونص ربع معلقه صغيره من بشر جوزة الطيب مع الفلفل الاسود والملح ومعلقه الخل اهو بالشكل ده. كده البصل نزل الميه الحلوه بتاعته او الطعم الحلو بتاعه. اخد بقى معايا هنا كده الفراخ، شايفين هنا بقى مغسوله وزي الفل، ازاي من جوه مغسوله ومتنظفه اهو بالشكل ده. هجيب كده الفراخ اهو، هبدا بس اخد نص نص. هنا معايا لحم الفراخ اهو، هاخد ادي كده هفتح اللحم بس طبعا هحافظ على الجلد يكون سليم. هاخد كده هعمل شقوق كده بسيطه او نغزات في اللحم علشان يشرب معايا الطعم. وطبعا يا ريت اي فراخ هنعملها وفيها تتبيله او حاجه زي كده نتبلها من قبلها بساعتين ثلاثه على الاقل بالشكل ده. كده اعمل نغزات برضو في الصدر كده من كل حتة علشان يشرب وكمان علشان يستوي كويس اهو بالشكل ده. اسيب كده، اخد بقى شوية من حشوة البصل دي ابدأ احشي بيها كده بين الجلد وبين الصدر او فوق الوراك كده، واحط برضو شوية بصل هنا كده عند الصدر ونخلي في الناحية التانية اهو بالشكل ده كده. طبعا اللي ما بيحبش الحته دي ممكن يشيلها عادي جدا مفيش اي مشكله. اجيب بقى الجنب الثاني من الفرخه برضو اعمل فيه نفس اللي احنا عملناه. خدي هنا كده على جنب لما نتبل. الو الو الو، صباح الفل يا مدام ماجده. صباح النور.
ازيك يا شيف غاده؟ ازيك يا حبيبه قلبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، تسلم ايدك وعلى وصفاتك المتجدده دايما. ربنا يخليكي يا فندم، متشكره جدا. ربنا يخليكي دايما متجدده كده، وكل اكلك كله بصراحه ربنا منتج جميل. ربنا يخليكي، ميرسي جدا لذوقك. عملتي الكبده؟ لسه والله انا خدت الطريقه، بس لسه يمكن اعملها النهارده. ان شاء الله تعمليها النهارده باذن الله. هعملها على طريقه حضرتك ان شاء الله، هتعجبك جدا طبعا، متاكده. ربنا يخليكي يا نعم. ربنا يخليكي يا شيف غاده ويخليكي لينا يا رب. ربنا يخليكي. عايزه ايه النهارده اقوله لك يا مدام ماجده؟ ربنا يخليكي. النهارده بقى انا عندي ليمون وفلفل عايزه اخلله. تمام. انا دايما الليمون بيتيري مني، وعامه كل المخللات بيتيري مني. تمام. فتقولي لي نسبة الملح قد ايه على رز المية؟ حاضر. وانا احط اخرم الفلفل ولا اسيبه سليم؟ الفلفل شطة احمر ولا فلفل الاخضر؟ أخضر. البلدي الحامي. البلدي مش اللي هو الافرنج اللي بيبقى منفوخ شوية ده؟ لا انا جايبة البلدي الفلاحي الجميل الصغنن. ايوه الله ينور عليك. قولي لي والنبي اعمل ايه وعشان يعيش معايا شوية الليمون؟ يعني حاضر. عيني. قولي لي يا شيف غاد. شكرا. عيني الاثنين. حاضر. تسلم عينيك يا حبيبتي والف شكر. الله يخليكي يا مدام. مع السلامه يا شيف غاد. الله يسلم حضرتك. هنا انا تبلت الفراخ، بس هنا عايزين نشوف، انا هنا بعد ما السمنه سخنت كويس جدا حطيت فيها البصل اللي معايا، هسيبه بقى كده على نار هاديه يتكرمل واحنا مع بعض. وهنا طبعا الفراخ انا تبلتها كويس، بس انا عايزه هنا كده ارصها ايه يبقى جنب بعض كده رصه حلوه اهو بالشكل ده بس، وهدخلها الفرن. عايزه امسح بقى الطاجن، نقلع ده كده اهو، امسح الطاجن بقى بتاعي ده كده كويس جدا. طب هي كده هتستوي، هي كده هتنزل ميتها وهتشربها، بس برضو اسفه بس برضو احتياطي انا هحط لها اهو ربع كوبايه ميه علشان برضو اساعدها ان هي ايه تنزل ميتها وتشربها وتستوي فيها بالشكل ده كده اهو. ربع كوبايه ميه صغيره، احط بقى الربع كوبايه الميه دي شويه ملح صغيرين جدا علشان ما تبقاش من غير طعم خالص اهو. نهزها كده من غير زيت ولا سمنه من غير اي حاجه، هي الجلد بتاع الفراخ هينزل الدهون بتاعته على الميه دي وهيطعمها وهيخليها في منتهى الجمال. شايفين احنا كده اهو البصله بدات تاخد لون ذهبي كده خفيف معانا اهو بالشكل ده كده. هنا انا هروح ادخل دي الفرن وارجع تاني مع حضراتكم من غير لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. رايحين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى ما شاء الله تحفه. بس اروح اطفي الفرن. ادي كده معانا الفراخ طلعت بالبصل المكرمل. طبعا البصل اللي انا حطيته كان فيه صوص نزل مع الفراخ، عمل لنا كمان الميه بتاعتها الصوص ده تحفه جنب اي رز بقى، رز مكرونه رز ابيض بيبقى جنبيها تحفه. هنا كده حضرتك ثواني هنجيب بقى الرز التاني اللي احنا كان معانا.